بسم الله. الحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار. طبعا كيف ما قلتوا اليوم كانت مناسبة للتواصل مع الشباب ديال إنزكانيت ملول والمناضلات والمناضلين ديالنا من أجل يعني التعريف بهذه البرامج اللي كديرها الحكومة اللي التزمت بها. طبعا شفتوا النقاش الكبير اللي كاين وشفتوا الهجمات اللي تعرضنا لها لأنه قلنا واحد القناعة نؤمن بها داخل هذه الحكومة، قلنا بأنه ما خصناش نحصروا وكان عيدة ما خصناش نحصروا النقاش السياسي في البلاد في نقاش ضيق ما يتعلق بتحديات الظرفية الاقتصادية والغلاء. اليوم النقاش اللي كيتسناه المغاربة هو نقاش أكبر في التعليم، في الصحة، في الحماية الاجتماعية، وهذا الشيء أكيد زعج يعني هذوك الأطراف ديال المعارضة اليوم اللي كتعاني من مشاكل نفسية حقيقية، لأنها خصها اليوم أنها تكون واضحة مع راسها وأنها تمشي تعالج هذا الميول نحو السلبية وهذا الميول نحو خلق واحد رأي عام اللي كيتقبل كل ما هو سلبي واللي راي عام اللي ما بقى راضي على حتى شي حاجه. هاد الامور كلها لن تنفع وطننا. انا كنقول بان هاد الناس هادو اليوم الا بقاو في هاد النوعيه ديال النقاش وهاد النوعيه ديال الجر ديال النقاش العمومي نحو الحضيض فهم تنقصهم الوطنيه. انا كنقولها وكنعرف شنو كنقول، لان اللي عنده الكبدة على بلاده، اللي عنده الغيره على بلاده، ما كيبغيش يسوقها على انها بلاد المجاعه، ما يمكنش يسوقها على انها بلاد فيها اليوم هاد الاشكاليات بهاد الحده اللي حقيقه كنشوفوها غير في المواقع وما كنشوفوهاش في الواقع. انا نزل التيران والناس ديالنا كاين في التيران ما كاينش هذا الشيء، كاين الناس مقصحة حقيقه لكن ماشي لهذه الدرجه ديال المجاعه وهذه الامور اللي كيتكلموا عليها. وكذلك الجؤوا لبعض الوسائل والاساليب اللي كتبين بانهم صافي انتهت عندهم الحجه ديال النقاش، خاصه داك الشيء اللي قلتوه اللي شفنا البارح ديال اللي حاولوا يخلقوا منه واحد الحداد البوز. السيد رئيس الحكومه كنعرفوا جميع بانه عنده واحد المشكل في الركبه ديالو، مشكل بسيط انه ما كيقدرش يثني الركبه ديالو في الصلاه، فهذا هو اللي ادى الى ان هذيك الصوره لا يعاني من اي وعكه صحيه. اليوم راه دار اجتماع مع اتحاد مقاولات المغرب في اطار مواصله الحوار على اتفاق ديال يعني الحوار الاجتماعي مع النقابات واللي كيؤدي الدور ديالو. ما نساوش بان هذا السيد هذا مدة 13 سنة هو وزير فلاحة في الجبال وكيطلع وكينزل باش انه يحقق المغرب الاخضر اللي هو ناجح. وكذلك اليوم كرئيس حكومة ماشي رئيس حكومة عادي، وانما رئيس حكومة اللي كيتدخل في جميع البرامج كيف ما شفتوا، حضر مع الناس الفلاحة، حضر مع الناس ديال الشغل، حضر مع النقابات، فبالتالي هو رئيس حكومة اعاد لهذه المؤسسة الهيبة ديالها.